ملي وصل الرئيس الأمريكي الجديد إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، كيتم تناول التصريحات الخارجية الأمريكية بالكثير من الاحتفاء، وهو احتفاء يعني كان منتظر لأنه كيتعلق بطبيعة الحال بموقف أمريكي داعم لمغربية الصحراء ولفكرة الحكم الذاتي، ولأنه صادر عن دولة قوية عندها بزاف ديال التأثير السياسي الكبير في مختلف النزاعات ذات الطابع الإقليمي، منها بطبيعة الحال النزاع المفتعل حول الصحراء، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة القلم اللي كيصيغ مسودة القرار الذي يناقش ويصدر عن مجلس الأمن. من الطبيعي تحظى التصريحات ديال الخارجية الأمريكية المطمئنة للمغرب والداعمة للقرار الرئاسي الصادر عن الرئيس السابق ترامب في دجنبر 2020 بالاحتفاء اللي بالموجب دياله اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. في هذا الإطار، في إطار سياسة العملية الأمنية الكبيرة الناجحة اللي قام بها الجيش المغربي في القرقرات، وفي سياق التهديدات الإرهابية للمنطقة اللي كتغدى عليها النزاعات المفتعلة. من الطبيعي باش تحضر التصريحات ديال الخارجية الأمريكية حول تعبئة الموقف الأمريكي من مغربية الصحراء بمتابعة واهتمام إعلاميين كثيرة بزاف، خاصة مع تزايد الفقاعات الإعلامية اللي كتبان هنا ولهيه من وسائل إعلامية معادية ومتحيزة للموقف المغربي، لأنها كتجي ردا على هذه الفقاعات اللي كتهضر على تغيير في الموقف الأمريكي، بحيث تضطر الخارجية الأمريكية إلى إعادة تأكيد ما كاينش تغيير ولا تحديث في الموقف الأمريكي، وأنها كتبنى الموقف نفسه المعترف به بمغربية الصحراء. اليوم خصنا نطرح واحد السؤال اللي مهم، هل يجب واش خص الإدارة الأمريكية تستمر عند نقطة الاعتراف بمغربية الصحراء، أم يجب أن يتعدى الأمر إلى خطوات أكثر تجسيدا لهذا الموقف؟ بالعودة إلى الإجراءات اللي رافقت قيام ترامب بتوقيع الاعتراف الرئاسي، كان لافت قيامه بمواساة مع ذلك بإبلاغ الأمم المتحدة والدول الأعضاء رسميا بموقف أمريكا الجديد من مغربية الصحراء وبدعمها للحكم الذاتي كحل سياسي للنزاع. لكن اليوم بعد مضي 6 أشهر على الإعلان على هذا الموقف وعلى هذه الخطوة، يجب أن نتجاوز لحظة الاعتراف وأن لا نظل يعني حابسين هذا الاعتراف واقفين حداه دون أن نتقدم نحو إنتاج موقف دبلوماسي مغربي داعم لمغربية الصحراء. راه جا الوقت باش دير الولايات المتحدة الأمريكية خطوة أكبر من الاعتراف، إذ أن خصوم المغرب وفي ظل هذه الإشاعات اللي كيطلقوا باليمين وباليسار دفعوا بالبلدين المغرب والميريكان إلى البقاء في نفس النقطة نفسها، نقطة الديبار أي نقطة الاعتراف، ودفع المغرب باش يفكر في كيفية اتخاذ خطوات جديدة من طرف إدارة بايدن تجسيدا لهذا الموقف، بل والتفكير في الرد على الخصوم وفي جعل إعادة التذكير بالموقف الأمريكي من الصحراء وكأنه الانتصار السياسي الوحيد اللي استطاع المغرب انتزاعه من الإدارة الأمريكية وتحقيقه على أرض الواقع. بمعنى أن الدبلوماسية المغربية خاصها تقوم بواحد العمل كبير في إطار تجاوز هذه لحظة الاعتراف إلى تعميق لحظة الاعتراف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.